ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح الانوار والبركات كيراكم لبنات نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير واموركم في احسن الاحوال يا رب فيديو جديد ويوم جديد وبسم الله وعلى الله توكلنا كما راكم تشوفوا آه رنا في الصبح يعني انا من محبي هذا الجو الوقت نحب الصبح ونحب الليل هذا زوج تاع الاوقات اللي نحبهم ممكن انه فيه هدوء راكم عارفين الصبح بكري كاين هدوء والليل نفس الشيء هنا اكيد اللي راح ماشي يخدم راه ماشي يخدم واللي كم احنا الامهات نوضو بكري ونمشي ونت... ول... للمطبخ اكيد باش نوجدوا القهوه تاع الصباح موليداتنا بالنسبه للروتين ديالي يعني انا تقريبا حضر كلش بليل من قبل وكنت شاركت معكم هذا الروتين ان شاء الله راح نخليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف هكذا باش يكفيني الوقت باش نقوم بالواجبات ديالي في الصباح ونقرا شويه قران انا دائما نوض ساعه حتى ساعه ونصف قبل الموعد يعني نوض بكري البنات آه من بعد آه كالعاده نمشي نوصل بنتي اللي ربي يخليها ليا لكم حتى تم وليداتكم هذا يعتبر من الروتينات اليوميه والله يعيننا ويقدرنا لانها مسؤولية زيادة تعبيهم وتجيبيهم لكن معليش والحمد لله نمشي نوصل بنتي بيان سور ومن بعد نبدا الروتين ديالي تاع نهار اليوم <applause> من بعد مشيت للسوبر ماركت لانه كانت خاصتني شويه خضره كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم كما راكم تشوفوا هذا الكرافز الكرافز ديالنا يجيب هذا الشكل يشبه الخرشف شويه قرعه يعني الكابويا آه هذه المندري البنات كما على البلاد لانها فروم ماروكو يعني نحسب اللي ناكلت على الجزائر ما كاش فرق بنينه وحلوه بزاف كما راكم تشوفوا اوف ماروكو آه حلوه حلوه كالسكر كذلك شريت شويه حب الملوك ومن بعد طح حلو بزاف بزاف الخوخ جبت برك ثلاثه حبات لانه حسيتو مشي مليح البنتي برك وصح طح ماشي مليح شويه فرماج شويه آه بنان الفاكهه آه العناب الحشيش راكم عارفين يعني حاولت نسوق الاشياء اللي كانوا ناقصيني في الثلاجه طوماطيش الزرودية السلطه والعناب شويه فلفل شويه وهذا الخبز على الشعير هذا هو الصحي جبت كذلك شويه مؤخرا وليت ما نعجنش بزاف ما عرفتش علاش ممكن يضيق الوقت كذلك جبت شويه فلفل المهم راح نشارك معكم طريقتي في الاحتفاظ بالخضر وكيفاش ننظمها لانه كنت عملت لكم فيديو هذه مده طويله واكيد ما شاء الله القناه راها تكبر بكم وبالتفاعل ديالكم وبزاف اللي راهم عداوين دخلوا القناة أكيد راح نشارك معكم بعض الأشياء اللي كنت شاركتها من قبل وبعض الأشياء الجديدة من بين الأشياء اللي كنت شاركتها معكم من قبل وهي العنب أنا العنب البنات من له هذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها نوضع ورق حاجة الأولى تنحيو أي حبة تشوفوها يعني مشي آه ماشي مليحة تنحيوها لأنه إذا خليتوها هي اللي راح تفزد لكم ولا آه يعني العنب ديالكم يروح بسبب ديك الحبيبة المهم كما راكم تشوفوا ما نوضع داك ورق المطبخ ونقي داك العنب ديالي يعني اي حبة حب نشوفها مش مليحة نحيها ومن بعد نحط العنب ديالي يعني الفيديو راه يوضح نفسه البنات هذه الطريقة والله العنب يبقى لي ب 15 -20 يوم ب يوم وكأني شريته البارح لاني نشري كميه يعني لا باس بها وبما انه يكون تكون عندي فاكهه واحده اخرى ما ناكلوش كل يوم يعني ميجي في خاطري نجبد ويبقى مده طويله جربوها رجعوا لي الخبر اما بالنسبه للقصبر ولا معدنوس كما راكم تشوفوا هذا يعني ما له نقيه وما له نغسله يعني من محل مباشره يعني حدايا هذا المحل يعني ما شاء الله حداك تشوفيه ينقي فيه يغسل فيه يعني انت ما له تعاودي وحتى لو ما يغسلوش انا ما نغسلوش باش يبقى لي مده طويله نوضع فيه ولا نوضعه فقط في ورق المطبخ بهذه الطريقه ونغلفه ويبقى كذلك مده طاولة. نفس الشيء بالنسبة للزرودية نمسحها فقط ما نغسلهاش أي ندى يكون فيها ضروري لأنه إذا أي ندى ولا ما راح تتعفل لكم ومن بعد كي العادة وكما راكم تعودين عليا ضروري انا كامل الخضره ديالي نعمل لها هذه الطريقه وكما راكم تشوفوا نستعمل القدام ماشي ضروري تستعملي كل يوم جديد يعني اي خضره تنحيها حتى بدي بداك البلاستيك الغذائي وهو اللي تغلفي به بما انه مازال مقي خليه هكذا باش ما نضيعوش ماشي مليح التبذير المهم كما راكم تشوفوا نفس الشيء بالنسبه للقرعه الطوماطيش نفس الشي نخلي هذوك حبيبات اللي نحتاجهم اليوم وغدوه زروديه كذلك نفس الشيء وهذه الطريقه البنات تقعد لك خضره ب 15 يوم عشرين يوم ما يصرالها لها والو يعني طريقه مجربتها مده طويله ونفس الشيء بالنسبه للكرافز كما راكم تشوفوا يجينا بهذا الشكل حتى هو نمسحو فقط ونوضع له ورق المطبخ والبلاستيك ويبقى يعني يبقى لي مده طويله هذا راه مغلف حتى نحلو باش نوضع له البلاستيك الغذائي الفلفل راح نشويه مباشره والباقي دوك نوريكم تشينا ولا المندارين دخلتها الثلاجة لأنه راها شوية طايبة خليت حبيبات برا برك وهنا كما راكم تشوفوا يعني سدفت المسوق ديالي ودخلته كلش للثلاجة بهذه الطريقة وكنت شاركت معكم طريقتي في تنظيف الثلاجة راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وطريقتي في تنظيم الثلاجة كهذا راح نخليها هكذا لأنه راح نستعمله غدوة ولا من بعد الغد بما أنه راح مغلف مسحت با... خسلت برك من برا هذيك الباكسة البنان كذلك من الأحسن توضعوا له هذا البلاستيك الغذائي باش يبقى لكم مدة طويلة التفاح حطيته هنا والمندارين شتو خليت حبيبات أما الباقي فضلت نخليه في الثلاجة هكذا باش ما يفزدليش لأنه كمية كبيرة كنت شريت الساشيات هنا نجيو للبصلة انا دائما نقيها نحي هذه هذيك الطبقه الفوقانيه لانها تطير بوحدها وراح نشارك معكم هذه الطريقه تاع وين نحطها انا نحطها في هذا المنظم كملاحظه ولا تدبيره حاولوا توضعوا هذا في الاسفل اذا ما كانش عندكم توفر تقدروا توضعوا جونا لكن هذا نشوفه عملي هذا ميتشي وكاش حاجه كاش تلفزيون كاش ميكرو اي حاجه يكونوا مغلفين به حاولوا ما ترميوهش وتنظموه الطريقه وحاجه واحده اخرى عمركم ما توضعوا البطاطا مع البصل في نفس الايطاج حاولوا تفرقوا كما راكم تشوفوا لانه اذا وضعتوا البطاطا مع البصله راح اما البطاطا تفزد لكم بالخف ولا البصل يعني هذه عن عن تجربتي حاولوا دائما تفرقوهم وهنا راني نشوي الفلفل ديالي في الشوايه ما عملتوش في الفرن والباقي راح نعمله بهذه الطريقه نعمل هادو الدوائر هادو تقريبا نستعملهم في البيتزا وهذه اما الش... يعني الشكل الثاني وهو نقطعو هكذا مربعات صغار باش نوضعو في الصوص نوضعو مع المقارون يعني عندي عندي عدة وصفات نستعمل فيهم الفلفل ونوضعهم في الأكياس الخاصة بالمجمد بدي الطريقة ويجوني ساهلين الاستعمال كنت حضرت كذلك الحريرتين ثانية لكن راح نشاركها معكم ممكن بعد هذا الفيديو راح نعملها في فيديو خاص بحدها بزاف اللي طلبوها مني كنت عملتها في البدايات ديالي في القناة ولهذا راح نعملها لكم بحدها في فيديو باش فيديو ما يجيش طويل ان شاء الله تكون بعد هذا الفيديو هنا راني حابه نعمل البوراك لكن بالبطاطا ماشي بالكفته هذه تدبير البنات مشي مشروط يكون عندك الكفته حاولوا يعني التغيير تغيير مليح هنا سلقت حبيبات تاع البطاطا ومن بعد زدت لهم هكذا مثلثات تاع الجبن تاع البشكيري ولا اي جبن يكون عندك من الاحسن يكون الجبن قابل للدهن يكون احسن وبالنسبه لزيبيس راح نضيف شويه فلفل اسود وبيان سور راح نضيف له شويه كذلك تاع الملح الملح ما تكتروش لانه راني عامله ديجا فخوماج ومن بعد راح نزيد الفخوماج يعني الجبن وكما راكم عارفين بلي مالح يعني حاولوا ما الملح وراح نزيد اما تزيدوا شويه قزبر ولا معدنوس اللي حبيتوا النكهه اللي حبيتوها وهنا خلاص نحاول نجمع المعقوده ديالي ولا نمزج كلش مع بعضياته البعض عاده في الاخير باش نضيف حبيبه تاع البيض المهم المقادير حسب كمية تاع البطاطا اما بالنسبه للفطور ولا وللغد... الغداء الغداء لانه احنا الفطور هو الغداء عملت برك بطاطا مسلوقه واللي بقات لي نتاع البوراك شويه سلطه خس طوماطيش زيتون شويه ستيك وبيض حاجه خفيفه لانه الماكله نطيبها نصبح لنوجدها تقريبا ولا غالبا تكون للعشاء ماشي للفطور وزت كذلك هكذا كان باقي لي شويه طعام البارح زدت له الحليب وغليته مع الحليب وشويه زبده وشويه ملح وشويه سكر باش يجي عنده واحد الدوق مختلف هذا الصراحه بنتي بناتي للزوج يموتوا عليه وانا كذلك يعني فطور خفيف ظريف اما بالنسبه للعشاء راني حابه نضيف مشرمله مع الحريره اللي حضرتها صباح المشرمله راه عندي عده وصفات في القناه اللي تجيب الجزر اللي تجي بالصوص اللي تجي بدون صوص واللي تجي كبدة تاع البقري واللي المهم اليوم راح نعملها بكبده الدجاج الطريقه ديالي وهي نغليها في الماء ونضيف معها شويه قارص ولا الليمون هكذا باش تنحيلي لي هذاك اللون ديالها وديك الزخنه ديالها يعني تتنقى البنات سيو هذه الطريقه اللي ما تعرفهاش تسيها وترجع لي الخبر هنا من من بعد ما سلقتها في الماء خلاص راها جاهزه معايا راح نضيف لها شويه قزبر شويه طوماطيش مرابيه وشويه طماطم المصبرة يعني لاصوص طوماط باش نوضع لها لاصوص ونحطها في المقلاة مع شويه تاع زيت ونخليها تقلي وشويه ملح هنا كل وحده كيفاش تحبها انا مثلا نحبها محروقه نحبها طيبه 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 اكيد كل وحده وكيفاش اللي تحبها انا يما ما تحبهاش طايبه بزاف يعني تغليها وتقليها تمتم وتحبس عليها كما قلت لكم كل وحده و... ديالها راح نضيف كذلك شويه ثوم بشور اما بالنسبه للتوابل واش راح نزيد نضيف معاها ولا نضيف معاها فلفل اسود كذلك شويه كمون ولا الكرويه يعني اما كمون اما كرويه ثم والذوق ديالكم ونضيف شويه تاع سكر كبير وشويه فلفل احمر ولا فلفل العكري وكذلك الملح ملح قلتو في البدايه المهم هنا ان خلاص نوضع كلش مع بعضياته البعض يعني تخانهسك راه طايبه حاجه خفيفه ونحيها وكذلك نضيفوا شويه ما باش تجينا لاصوص ديالنا يعني مرقه شويه وبالنسبه للقسبر عاده في الاخير باش نضيفه باش يبقى محافظ على النكهه ديالو واللون ديالو وقدمت الطبق ديالي ولا مشرمله, مشرملة ديالي بهذا الشكل شهيتكم في الجنه البنات جات بنينه بزاف وانا صراحه نحبها احسن من مشرمله تاع الغنمي ولا البقري تاع العشاء كانت بهذا الشكل بالنسبة للحريره كما قلت لكم راح نشاركها معكم من بعد هذا الفيديو ان شاء الله وقدمتها مع البوراك اكيد من يقولوا الحيرة البوراك والمشرمله والحمد لله كان هذا هو العشاء ديالنا هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو نتمنى ان شاء الله الله انه يكون نال اعجابكم اذا عجبكم كل عاده ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد واذا كنتي اول مره تشوفي الفيديو ما تنساش تهبطي لتحت وتشتركي تلقي الزر الاحمر سبسكرايب تضغطي عليه وهكذا باش تصيري وحده من العائله ومع ما نقولكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله